اضطراب الرهاب الاجتماعي. خوف من أوضاع اجتماعية ممكن أنه تسبب الخجل. خوف من ظهور القلق بالمجتمع. الانعزال عن المجتمع. اضطراب الرهاب الاجتماعي من أكثر الحالات شيوعاً بالمجتمع، فبـ 40% من الحالات بتبين العوارض عند المراهقين، وبـ 95% من الحالات بتبين العوارض قبل عمر 20 سنة. اضطراب الرهاب الاجتماعي عادةً مرتبط بحالة أو بوضعية اجتماعية معينة. عادةً بالحالات المبتدئة بيتجاوب الإنسان على العلاج السلوكي الفكري، أي Cognitive Behavioral Therapy، بينما بالحالات المتقدمة العلاج دائماً عن طريق الأدوية.